هاي أصدقائي، معكم أنخلة. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم هي أسهل وأسرع وألذ طبق فاصوليا خضراء مع الرز للمغتربين. أحبتي، هنالك الكثير من الشباب والصبايا المغتربين خارج أوطانهم. أول مشكلة تواجههم هي إعداد الطعام البيتي اللذيذ والسريع كالذي تعده أمهاتهم، وهذه كانت مشكلتي في الغربة أنا أيضا. لذا رأيت أن أضع لكم على قناتنا وصفات خفيفة سريعة اقتصادية بإمكانكم اعتمادها وأنتم في غربتكم. طبقنا لهذا اليوم هو Las judías verdes con arroz más fácil, rápidas y deliciosa para expatriados. أي طبق الفاصوليا الخضراء مع الرز الأسهل والألذ والأسرع للمغتربين. تعالوا معنا لنرى كيفية إعداده. هيا بنا. أحبتي، أما بخصوص المقادير فكما ترونها أمامكم على الشاشة بعد قليل: 250 جرام من اللحم المفرومة، ربع كيلو من الفاصوليا الخضراء، كوب كبير من الفلفل مفروم ناعما، هذا النوع من الفلفل الذي يأتي بهذا الأسلوب، عفوا بهذا الشكل، بصلة كبيرة مفرومة ناعما، 6 فصوص من الثوم مفرومة ناعما، صلصة طماطم أو ملعقة من صلصة الفلفل الأحمر، أنا هنا وضعت فلفل أحمر حار، بإمكانكم وضع ملعقة من صلصة الطماطم الحلوة، ملعقة من الفلفل الأحمر، هذا حسب الرغبة الفلفل الأحمر، ملعقة من الكاري، قطعة من مورقة اللحم الجاهزة، زيت زيتون خاص بالطهي، رشة ملح. ها هي المواد، أترككم معها للحظات. الآن أحبتي، وضعنا المقلاة على النار متوسطة، نضع بمقدار ملعقتين من زيت الزيتون الخاص بالطهي، بعد ذلك نضع البصل، نعمل على تحمير البصل أولا، الآن نضع اللحمة
نقلب اللحمة مع البصل. نضع الكاري ومن ثم الفلفل الأحمر ونقلبه مع بعض. الآن نضع الثوم ونستمر بالتقليب. الآن نضع الصلصة ونقلبها مع اللحمة. الآن نضع الفلفل الأخضر الآن نعمل على تفتيت مرقة اللحم الجاهزة. نعمل على تفتيت القطعة ووضعوها هنا على اللحمة. نقلبهم الآن وأخيرا نضع الفاصوليا الخضراء مع المحتويات، نقلبها مع بعض. نعمل على تهدئة النار لتكون 4 من أصل 9.
لكي تنضج الفاصوليا الخضراء لدينا. الآن أحبتي نضع الفلفل الأحمر، نقلب المحتويات مع بعضها. الآن أحبتي وبعد أن وضعنا الفلفل الأحمر، نأخذ نصف قدح من الماء، قدح شاي نصفه ماء، نضعه في المقلاة ومن ثم نعمل على تغطيته لكي ينضج. ندعه ينضج على نار هادئة لتكن 4 من أصل 9. سأعود لكم بعد أن ينضج. أحبتي الآن وضعنا قدرنا على النار متوسطة، نضع في القدر زيت زيتون خاص بالطهي بمقدار ملعقتي طعام، ننتظر الزيت حتى يسخن. في هذه الأثناء أخذنا كوب ونصف من الرز البسمتي وغسلناه، والآن نعمل على تصفيته كما ترون هكذا بعد الغسل. نحتاج إلى رشة ملح وزبدة حيواني ومرقة اللحم الجاهزة. الآن وبعد أن أصبح الزيت ساخنا سنضع الرز. الآن نحاول تقليب لمرة واحدة هكذا مع الزيت الرز. نضع قطعة مرقة اللحم الجاهزة نقلب الرز مع الزيت، نضع رشة ملح الآن وبعد أن حمرنا الرز البسمتي مع الزيت زيتون في القدر، نضع الماء.
وضعنا كوب ونصف من الرز البسمتي، نضع إليه كوب ونصف من الماء. الآن أحبتي وبعد أن وضعنا الماء وعلى نار متوسطة، نغلق القدر، نغلق عفوا غطاء القدر وننتظره حتى يغلي. وعندما ينشف الماء نعمل على أن تكون النار قليلة، أي نوطي النار. أحبتي الآن وبعد أن نشف الماء من داخل القدر، نقلل النار ونجعلها 3 من أصل 9. أحبتي الآن لنرى الرز ونضع إليه ملعقة تأكل من الزبدة الحيواني، نقلبه قليلا. لتتوزع الزبدة داخله نغلقه وننتظر حتى ينضج تماما. وبعد انتظار قليل أصبح الرز ناضجا. أنا أفرغته في الطبق الخاص للتقديم، وكذلك الفاصوليا الخضراء بعد أن أصبحت ناضجة وضعتها في طبق ثاني للتقديم. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم قد أصبحت متكاملة كما ترون أمامكم. أحبتي أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم هي الأسرع والأسهل والألذ، طبق فاصوليا خضراء مع الرز للمغتربين. وبإمكان غير المغتربين أيضا اعتمادها كوجبة غداء لهم ولعوائلهم. أنا خصيت هنا المغتربين لأنهم أيضا بحاجة إلى وصفاتنا. أحبتي أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. Las judías verdes con arroz más fácil, rápidos y deliciosa para expatriados. أحبتي جميع المقادير تجدونها في صندوق الوصف. وأخيرا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. أحبتي ننتظر تفاعلكم مع قناتنا، فتعليقاتكم تسعدنا. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم أنخلة. باي.